تخصص كهربفيزيولوجية القلب عشان نفهمه لازم نفهم ان القلب متقسم ثلاث حاجات. اول حاجة عضلة القلب، تاني حاجة الشرايين اللي بتغذي القلب، وتالت حاجة الكهرباء اللي ماشية جوه القلب. ربنا خلق لنا اوضتين رئيستين في القلب، واحدة بتطلع كهرباء وواحدة بتنظم الكهرباء. اي حاجة تانية غير الاتنين دول او الطريق اللي ربنا خلقه لنا يعتبر اختلال في كهربة القلب، اللي هو ممكن يكون تسارع في ضربات القلب او تباطؤ في ضربات القلب، او حاجة اسمها الاختلال الوراثي في كهربة القلب. يعني واحد مولود بخلل وراثي في كهربة القلب، وده ممكن يعمل بعد كده مشاكل زي الموت المفاجئ اللي بنسمع عنه، او تباطؤ شديد في ضربات القلب. طيب في حاجات تانية كهربة القلب مختصية فيها، بس يعني على هامش التخصص، زي احتشاء عضلة القلب اللي هو زي التجلط او الجلطات اللي بتحصل في عضلة القلب وبتعمل فشل في عضلة القلب، دي ممكن فينا لينا فيها دور ان احنا نقوي عضلة القلب بجهاز معين، او بنحميه من التوقف المفاجئ نتيجة كهرباء زيادة برضو بأجهزة معينة. وطبعا في تخصص ثاني زي الغيبوبة مثلا، الغيبوبة المستمرة او اللي هو فقدان الوعي، ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخش في تخصص كهربفيزيولوجية القلب. المفروض تاخد بالك من اي حاجه من ديت، عدم انتظام او تزايد او تباطؤ في غير الاوقات اللي المفروض القلب يكون فيها متسارع، زي مثلا مجهود. انت مثلا بتعمل مجهود القلب بيتسارع، ده طبيعي، لكن لو انت قاعد مثلا ومره واحده قلبك تسارع، يبقى لازم نبحث ساعتها على طبيب يقدر يدلك انت ماشي ازاي. شكرا.